يسوع المسيح راجع. سمعتوني ولا؟ يسوع المسيح راجع، الرب يسوع راجع. يمكن صدقوني يمكن يرجع حتى قبل ما يخلص الاجتماع، قبل ما يخلص احسبها صح. وصدقوني لو رجع يسوع قبل ما يخلص احسبها صح، مش هيروح معاه الا اللي حسبها صح. فاسأل نفسك سؤال، هل فعلا حسبتها صح؟ اذا جه الرب يسوع دلوقت، كرسيك هيفضى ولا هتفضل قاعد عليه؟ انا مش بهزر، الكلام مش هزار. بنيجي بنحضر مؤتمر وبنفرح وبنرنم وبنتسلى وبنسلم على بعض وبنحضر مسرحيات وبنشوف حاجات جميلة، بس خسارة، خسارة لو شفنا ده كله وما شفناش يسوع، خسارة لو عملنا كل ده وما تقابلناش مع الرب يسوع. إذا لسه لحد دلوقتي ما تقابلتش مع الرب يسوع، الأشرز موجودين وهيكون لسه في خدمة الليلة، وفي ناس صدقني ما ترجعش بيتك زي ما جيت، لأنه يوم ما تقف قدامه هيقولك أنت سمعت، وما تقدرش تقول لي معرفتش، هيقولك أنت سمعت بس حبيت العالم أكتر مني. ما ترجعش لبيتك من غير ما تاخده معاك في قلبك رب وملك وسيد عليك. كل سنة وانتم طيبين.